ديسكوتي في الاوتيزم كاين جوج اشكال. كاين الاوتيزم اللي هو باين فيه بزاف د الحوايج، شنو هما شنو هذا الشيء اللي باين فيه؟ خمسه د الحوايج، تتعيطي بسميتو ما كيجاوبكش، تعيط عالي ما تيجاوب. ثانيا الشوفه ما تيشوفش، الشوفه ديالو بحال شوفه خاويه، ماشي شوفه هبة عامرة. ها شوفة شوفة تلغردي، ها شوفة شوفة فكية دي شوفة خوية تنشوف وجكية، ولكن تنشوف بحال مع داك الحيط مع داك. حاجة تالتة بغيتي بغي ياخد شي حاجة تياخدها بيد يشدك انت من يديك او ايد الوالدة ديالو وتيديها باش يجبد شي حاجة بغاها، باش يبغاها بغي شي حاجة من فريجيدير بغا هادا. حاجة رابعة ما تيتكلمش ما عندوش غير هضره، ولا كانت عنده شي هضره تتكون عنده واحد الهضره اللي هي انت ما تتفهمهاش وهو يرددها دائما. الحاجه الخامسه هي عنده واحد شي حوايج يلعب بهم بيديه او تيدير يدو على يدو او تيدير يدو على يدو هكا في الضو وتبقى تيشوف فيها، او تيدير يدو على راسو او كيصفق بحال هكا اللي تتعاود وتتكرر في النهار بزاف نوبات في النهار. هادو هما والحاجه السادسه هي بحال جبتي لي وليدات في السن ديالو ما تيلعبش معاهم، تيتهرب منهم ما تيلعبش معاهم. اذا هذا هو علوي علوي وي بونجور مدام مزيان صافا. اشنو غنديرو دابا حيت ما عيطتش؟ ما قالت ليا.